إذاعة سلطنة عمان. مساء اليمامات يجهرن بالعشق للغرباء. يا ولدي الأرض مثل الفرض، المقاعد شبه فارغة. أتقرب من فضائه الجمالي بطريقة أخرى، يفقد معناه ويصبح مجرد حبر على ورق. نحاول من خلالها يعني تتبع الحدث، وعندي إحساس كذا دفين. تعلمت من حتى الكتب الرديئة. والله العظيم يا المثقفين العرب يتصرفوا مثل الديك والطواويس. وكانت اللغة عالية جدا. يقع القارئ في متاهات. سآتيك للنار نار ولا البحر بحر. نعم، إذن هذه دعوة أتمنى أن تجد صداها. المشهد الثقافي. رحلة أسبوعية مع أهم الفعاليات والمناشط الثقافية. أهلا وسهلا بكم مجددا متابعينا في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي. كما عودناكم مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في هذا البرنامج على أهم المناشط الثقافية في الساحة الثقافية. مرحبا بكم مجددا في مشهد جديد وأحداث جديدة. تختلف هذه الحلقة هذه المرة بأحداثها المختلفة. سنتحدث في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد الثقافي عن حصول السلطنة على المركز الثاني في مسابقة قطار المعرفة القرائية، وعن مشاركة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وأيضا عن عرض أصيل يغني للعصفور في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، كما سنغني وأصيل معا في حلقة البرنامج. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج لهذا الأسبوع مستمعين الكرام، معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة من برنامج المشهد الثقافي أحمد بن سالم الكلباني، وفي الإخراج حمد بن سعيد الحبسي. أهلا بكم في المشهد الثقافي. عايشة معاك كأني
أحلف بإيه أول ما قلت بحبك كانت بين إيدي. أحلف بإيه أول ما دق القلب دق القلب لي. أحلف بإيه أول ما قلت بحبك كانت بين إيدي. في أول الحكايات حكايتي معك بقالي زمان واخدني هواك وجوه في قلبي دي. أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج المشهد الثقافي وأولى محطات الأحداث التي سنتناولها اليوم إن شاء الله في برنامجنا لهذا الأسبوع هو إحراز السلطنة للمركز الثاني على مستوى الدول العربية في المسابقة القرائية العربية قطار المعرفة والتي استضافت نهاياتها مؤخرا دولة الإمارات العربية المتحدة. الجدير بالذكر أن السلطنة حققت هذا الإنجاز بعد 10 سنوات من المشاركة سنويا في المسابقة التي تستضيفها مدرسة البحث العلمي بدولة الإمارات، وقد حصلت الطالبة مزنة بنت مبارك الراشدية من مدرسة الموالح الخاصة على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي. الجدير بالذكر أيضا أن المملكة الأردنية الهاشمية فازت بالمركز الأول، فيما فازت فلسطين بالمركز الثالث لهذا العام. من أجل رصد تفاصيل هذا الإنجاز نلتقي مستمعين الكرام بالأستاذة الفاضلة أستاذة شريفة بنت عمير الرواحية مشرفة مسابقة قطار المعرفة في السلطنة لنتحدث عن تفاصيل هذه المسابقة وإحراز المركز الثاني للسلطنة. أهلا بك أستاذة شريفة. مرحبا. أهلا فيك، ونتحدث مباشرة حول قطار المعرفة، هذا العنوان البارز والرنان لمسابقة ذات أهداف ومرامي نبيلة. هل من الممكن أن نعرف المستمع الكريم بهذه المسابقة في بداية اللقاء وأيضا بأهداف هذه المسابقة؟ مسابقة قطار المعرفة هي مسابقة ثقافية خليجية عربية مركزها في السلطنة مدرسة أحمد بن ماجد الخاصة. البداية كانت من عام 2004-2005، وهذه المسابقة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مدرسة البحث العلمي. وهذه المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على المطالعة والقراءة، وهي عبارة عن قراءة 100 كتاب خارج المقرر الدراسي، ومن ثم يقيم الطالب 4 معايير ألا وهي اللغة العربية ونوع الكتاب المقروء ومدى استيعابه للكتاب المقروء والثقافة العامة. هذه المعايير في نهايات المسابقة في دولة الإمارات؟ لا، في مركز المسابقة هنا في السلطنة. طيب، أيضا أستاذة شريفة نتحدث حول المشاركة في هذه المسابقة، منذ متى وأنتم تشاركون في هذه المسابقة قطار المعرفة، وما هي أبرز الإنجازات التي حققتها السلطنة في هذه المسابقة؟ منذ عام 2004 إلى 2015 ونحن نشارك في هذه المسابقة. وأبرز الإنجازات التي حققتها السلطنة في عام 2004 حصلنا على المركز الأول على مستوى الدول المشاركة، وفي عام 2015 حصلنا على المركز الثاني على مستوى الدول المشاركة. جميل. أستاذة شريفة، هذا يعني حديثنا حول مشاركة السلطنة منذ عام 2004 وحتى عام 2015 يقودني إلى سؤال آخر، هو ربما أن السلطنة شاركت في 2004 وحققت المركز الأول، وشاركت أيضا طيلة هذه الأعوام منذ عام 2004 وحتى هذا العام الذي حققنا فيه المركز الثاني. ما بين المركز الأول والمركز الثاني هناك يعني فترة زمنية ربما غابت السلطنة عن منصات التتويج كمراكز، ولكنها يعني واصلت المشاركة الفاعلة في هذه المسابقة، فما السر وراء يعني اختفاء السلطنة من منصة التتويج في هذه الفترة؟ كل مشارك يعد فائزا، ربما يكون السبب المنافسة القوية بين الدول وزيادة عدد الدول المشاركة في المسابقة. جميل. تحدثين الآن عن آلية تطبيق المسابقة القرائية هذه؟ ابتكر فريق العمل فكرة ألا وهي فكرة الجوازات. هذه الجوازات تشبه جوازات السفر، تحتوي على عدة تأشيرات
يتسلم الطالب 5 جوازات مختلفة الألوان تحتوي عدة تأشيرات، منها اللون الأحمر والأخضر والذهبي والفضي والأزرق. تسلم هذه الجوازات للطالب المشارك وتحتوي على عدة تأشيرات، هي عبارة عن 100 تأشيرة. يقوم الطالب بقراءة الكتاب ومن ثم تلخيصه في هذه التأشيرة. جميل. أيضا تحدثين عن استعدادات مدرسة أحمد بن ماجد التي تقوم بها المدرسة من أجل احتضان هذه المسابقة هنا على الأقل على مستوى السلطنة. تجهيزات المدرسة في هذه المسابقة هي مسابقة رائدة وفعالة تم تفعيلها من قبل المدرسة عبر سنوات مضت، وهذا ومن هذا المنطلق فإن المدرسة عملت على التحضير المسبق لهذه المسابقة سنويا وفقا لبرامج وتخطيط سليم، بدءا من اختيار المدارس التي لديها الرغبة في المشاركة وشرح جميع الخطوات التي يجب أن تتبع وتمليك المعلومات الضرورية للمدارس بصفة مستمرة عبر التواصل من وقت لآخر. يعني تحدثنا في وقت سابق أن السلطنة شاركت منذ عام 2004 وحتى عام 2015. المشاركة منذ عام 2004 لحد 2015 كانت بهذا الشكل، من البداية كانت بهذا الشكل، يعني أشبه بتصفيات أولية ما بين المدارس، أم أن هناك كان تمثيل فقط للسلطنة في فترة من الفترات؟ منذ عام 2004 إلى 2010 كانت مدرسة أحمد بن ماجد هي التي تمثل السلطنة. تمثل السلطنة. في عام 2010 أصبحت مدرسة أحمد بن ماجد هي مركز للمسابقة هنا في السلطنة، بعدها انضمت عدة مدارس للمسابقة. هذه المدارس من إطار محافظة مسقط أم أنها من خارج المحافظة؟ توسعت المشاركة، شملت مدارس من الداخلية ومسندم، وزاد عدد المشاركين هذا العام وزاد عدد القراء. شاركت معنا 19 مدرسة بعدد 135 مشارك، وصلوا للتصفيات النهائية في دبي 14 طالبة في هذه النسخة الأخيرة. نعم. جميل. طيب نتحدث أيضا عن موضوع العملية القرائية هذه، كيف تحدث؟ هل هناك تقسيم معين للكتب؟ هل هناك تقسيم للفئات العمرية يعني بهذا الشكل؟ نعم. بالنسبة للمراحل العمرية والفئة العمرية لكل طالب تختلف. مثلا الفئة العمرية اللي هي المرحلة الابتدائية، الكتب المقروءة تختلف عن الكتب المقروءة من قبل الفئة العمرية المرحلة الثانوية أو المرحلة الإعدادية. أستاذة شريفة، نتحدث أيضا يعني عن الكتب، ما هي الكتب التي تطرح للقراءة؟ هل يختارها الطالب بذاته أم أن المركز أحمد بن ماجد أو المدرسة التي ينتمي إليها الطالب تختار له الكتب التي يقرأها؟ نعطي الفرصة للطالب لاختيار الكتاب الذي يرغب في قراءته بتوجيه وإرشاد منا أو من معلم اللغة العربية. جميل. يعني فيما إذا كان الطالب مثلا في المرحلة الابتدائية اختار كتابا ذا مستوى أعلى ربما لمرحلة سنية أعلى، فما هو دور المركز في هذا الشأن؟ ترشيد الطالب في نوع الكتاب أو توجيه الطالب في اختيار الكتاب المناسب للفئة العمرية. جميل. أستاذة شريفة، نتحدث أيضا يعني مثل هذه المسابقة يعني بالتأكيد لها تأثير إيجابي ومضمون إيجابي خارج إطار المراكز والألقاب التي يحققها الطلاب أو لا يحققونها، يعني ما هو المردود الذي يجنيه الطالب من المشاركة في مثل هذه المسابقة؟ المردود أو النتائج التي يحصل عليها الطالب من خلال مشاركته في هذه المسابقة امتلاك مهارة اللغة العربية وربط مهارة القراءة والتحدث واستيعاب الموضوع المقروء، وتشكل اتساع دائرة المعارف العامة من خلال الحوار الذاتي والتنوع كذلك في اختيار الكتب المتنوعة وإثراء الذخيرة اللغوية وامتلاك مهارة تحليل المقروء والنقد الأدبي. جميل. نتحدث عن أسماء الطلبة الذين ترشحوا أو وصلوا للمرحلة النهائية.
حصلت الطالبة مزنة بنت مبارك الراشدية من مدرسة الموالح على المركز الأول على مستوى مدارس السلطنة، وكان لمدرسة أحمد بن ماجد 3 مراكز. جاء المركز الثاني من نصيب الطالبة ليان حرب الحمدان، والمركز السادس رناد الربعاني، والمركز العاشر للطالبة الزهراء البداعي. ومدرسة الفارابي الخاصة نالت على المركز الثالث، والطالبة بثينة بنت يحيى المغيري، كما حصلت الطالبة اليقين بنت عبد الله الراشدية من ولاية سمائل على المركز الرابع، ونالت الطالبة بيسان فارس من مدرسة السلط بن مالك على المركز الخامس، ونالت مدرسة الهدى الخاصة على المركز الخامس مكرر، وكان للطالبة فاطمة عقيل، ونالت مدرسة السلطان المركز السابع للطالبة وصال بنت ناصر الهنائية، وجاءت مدرسة الإبداع العالمية الخاصة لتحصد المركز الثامن والثامن المكرر للطالبتين الصف وكشوب والطالبة العنود المنظري، وكان المركز التاسع للطالبة فرح حسن من المدارس المتحدة فرع المنى، وحصلت المدارس المتحدة فرع الحيل على المركز الحادي عشر، وكان من نصيب الطالبة سبأ بنت سالم السعيدي، وحصلت مدرسة النبراس على المركز الثاني عشر، وكان من نصيب الطالبة مريم العجمي. جميل، نكتفي بهذا القدر من أسماء الفائزين في التصفيات النهائية لهذه المسابقة. نشكرك أستاذة شريفة بنت عمير الرواحية مشرفة مسابقة قطار المعرفة في السلطنة، وذلك للحديث حول إحراز السلطنة للمركز الثاني على مستوى الدول العربية في المسابقة القرائية العربية قطار المعرفة، والتي حصلت فيها الطالبة مزنة بنت مبارك الراشدية من مدرسة الموالح الخاصة على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي. شكرا لك أستاذة شريفة، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للسلطنة في بقية المشاركات قريبا في الأعوام المقبلة بإذن الله. شكرا لك أستاذ أحمد على هذه الاستضافة، ولا يفوتني في هذه السانحة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة المنظمة في مدرسة البحث العلمي، ومثلة في الفاضل الأستاذ محمد أبو فودة والأستاذ محمد شبارق والأستاذة رئيسة المسابقة الأستاذة ليلى الزبدة، وكذلك خالص الشكر وأعظم التهاني للأستاذ نجم التمامي رئيس مجلس الإدارة، والأستاذة الفاضلة فتحية بنت حمود البساعدية الرئيس التنفيذي لمدرسة أحمد بن ماجد الخاصة، ولكل المدارس التي شاركت معنا في هذه المسابقة، وشكرا على استضافتك مرة أخرى. شكرا لك، أهلا فيك. مستمعينا، تشارك الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب من 4 وحتى 6 من يونيو لعام 2015 ميلادية ببيت الصحافة بطنجة في المغرب. وفي هذا الصدد مستمعينا نتواصل مع رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء الأستاذ خميس العدوي، والذي هو بالمناسبة من سيمثل الجمعية إلى جانبه الأستاذ أحمد الراشدي. نتواصل معه أحبتنا لنتحدث عن تفاصيل وأجندة مشاركة الجمعية في هذا الاجتماع.
بداية نرحب بك الأستاذ خميس معنا في برنامج المشهد الثقافي للحديث حول هذا الموضوع. أهلا وسهلا ولكم الشكر الجزيل، سواء كنتم في برنامج المشهد الثقافي أو في الإذاعة عموما. أهلا بك. بداية أستاذ خميس، حدثنا حول مشاركة الجمعية في هذا الاجتماع والذي تشارك به الجمعية بصفتها عضوا في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والهدف أيضا من مثل هذه المشاركة. أولا يعني الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يعقد اجتماعه باستمرار مرتين في العام، في المنتصف وفي نهاية العام، يعني في شهر 6 وفي شهر 12 عموما، يعني بحسب هذا الوقت. ولذلك هذا الاجتماع هو الاجتماع الاعتيادي الذي يديه الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، حيث يجتمع المكتب الدائم والذي يتشكل من عضوية من جميع الاتحادات التي هي لديها عضوية في الاتحاد. وبالتالي يعني المقام الأول الاجتماع الذي نحضره هو اجتماع اعتيادي إداري يناقش القضايا الإدارية والثقافية والمالية للاتحاد. وبالإضافة إلى ذلك طبعا في هناك مشاركة أو في فعاليات مصاحبة لهذا الاجتماع، هي أدبية تتمثل غالبا في الشعر أو في القصة والرواية، وفي أيضا هناك الندوة كل مرة يعني تخصص لجانب من الجوانب المعرفية. جميل. إذا تحدثنا عن جدول أعمال اجتماع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. نعم، الاجتماع هذا فيه طبعا كما قلنا تضيف اتحاد كتاب المغرب في هذا الدورة القادمة. ويعني الجدول سيبدأ يعني يوم 4 يونيو 2015 القادم، وهو يشتمل على عدة البرامج، من ضمنها طبعا حفل الافتتاح يلقى فيه الكلمات ويكرم فيه رموز الثقافة العربية عموما، الثقافة والفكر والإبداع في العالم العربي. وقد اختاروا من السلطنة الدكتور محمد مبارك العريمي التابعي على ما قام به من جهود في الثقافة، سواء على المستوى العماني أو على المستوى الوطن العربي، أو في العلاقات أيضا بين الاتحاد الجمعية العمانية لكتاب الأدباء وبين اتحاد كتاب المغرب، سيكون بإذن الله تعالى من ضمن يعني المحتفى بهم، كما سيحتفى أيضا كذلك من كتب في الجانب القضية الفلسطينية، وسيحتفى كذلك ببعض الروائيين المغربيين. طبعا هذا يكون في جلسة الافتتاح، ثم بعد ذلك ستكون في جلسات متتابعة للمكتب الدائم لمعالجة القضايا المعتادة الفكرية، وكذلك ما هو مستجد على الساحة في موضوع الجانب كما قلت الثقافي والإداري والمالي للاتحاد. ثم يعني في اليوم التالي ستكون هناك في ندوة، هذه الندوة بعنوان في ضرورة تجديد الخطاب الديني، وتنقسم إلى عدة محاور من ضمنها مفاهيم وأنظار السياسة والخطاب، الاجتهاد والتأويل، المرض أو فقه الفكر. ويعني أيضا في نفس اليوم بالمساء ستكون هناك أمسية شعرية تعقد في يعني في طنجة. طبعا كل هذه الأعمال هي تعقد في طنجة يعني بالمغرب. واليوم السبت ستتواصل أيضا الاجتماعات، اجتماع المكتب الدائم، كما أيضا ستتواصل الندوة اللي هي كما قلت ضرورة تحديد الخطاب الديني في جلساتها، الجلسة أو في محاورها. الجلسة الثالثة ستكون المؤسسات والإعلام الديني، وبعد أيضا بعد ذلك من المحاور ما بين الجلسة الذاتية الإسلامية ما بين الذهاب والإياب. وبعد ذلك في يعني سيكون الختام يوم السبت، يعني الجلسة الختامية سواء على مستوى المكتب الدائم أو ما هو متعود من إلقاء يعني التقارير، التقرير الثقافي والتقرير السياسي وتقرير الحريات. ويعني نحن في عمان سنشارك من جهتنا بتقرير الحريات المعتاد،
وايضا سنشارك في جانب الندوات في ندوه يعني او بورقه عمل عن سننيه اللسان القران سيقدمها الباحث الاستاذ خالد بن مبارك الوهيبي يشارك من ضمن اعمال الندوه. طيب يعني ايضا تحدثنا ما هو الجديد في هذا الاجتماع بالنظر الى الاجتماعات السابقه لنفس الاتحاد؟ طبعا يعني هناك دائما في مستجدات بحسب ما يطرح في البرنامج. طبعا ربما انه المستجدات في هذه الفتره يعني التي راح تعالج تاثير تصاعد العنف في المنطقه واليات معالجته من ناحيه ثقافيه سيتطرق إلى هذا الجانب. يتطرق أيضا وهو أمر يعني كما يقال القديم الجديد وهو ما يتعلق بالمستجد في القضية الفلسطينية أيضا هذا يتم معالجته ونقاشه. بالإضافة إلى ذلك جاءت الندوة كذلك هذه اللي هي في ضوء تدير الخطاب الديني متواكبة مع الأحداث التي تحدث الآن في الوطن العربي سواء في مشرقه أو في مغربه لتبحث وتعالج قضايا الراهنة. طيب أستاذ خميس يعني بما أنه ستنظم ندوة مصاحبة لهذا الاجتماع وهي ندوة فكرية بعنوان في ضرورة تجديد الخطاب الديني، هل تحدثنا عن مرامي هذه الندوة، ندوة بهذا النوع في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، وهل لها صلة فعلية بهذه الأحداث؟ طبعا يعني طبعا هي يعني الندوة في ضرورة تجديد الخطاب الديني يعني لن تتطرق فقط إلى الراهن المتغير، لأن الراهن المتغير من طبيعته يعني يحدث فيه تحولات مستمرة، لكن يعني الذي ستركز عليه الندوة هو الجذور المؤسسة لوضع الراهن، وهذا لابد أن يتم طرق يعني طرقه من حيث دراسة الخطاب الديني. ليس بالمناداة بضرورة تجديد الخطاب الديني، نعم سيكون له جلسة ويعني عامة في هذا الجانب، لكن بالحقيقة يعني الجانب الأهم في هذا الموضوع هو يعني محاولة التعمق في جذور المؤسسة لهذا الخطاب. ستكون هناك في أوراق عن موضوع نقد النظرية السياسية في الإسلام. كم ورقة راح تكون يعني إجمالا في هذه الندوة الفكرية؟ يعني هي تقريبا ستكون بثلاث جلسات، كل جلسة بواقع خمس أوراق، بالتالي تقريبا ستكون يعني أربع جلسات حوالي يعني 20 ورقة تقدم. جميل. إذا تحدثنا يعني عن أبرز هذه الأوراق المطروحة أو المحاور المطروحة إن شاء الله؟ أيوة أنا ذكرت يعني، لكن ما لا بأس يعني المحور الأول والجلسة الأولى ستقدم عن مفاهيم وأنظار السياسة والخطاب، والجلسة الثانية جاءت بعنوان الاجتهاد والتأويل للمرأة التصوف الفقه والفكر، وطبعا أيضا الجلسة الثالثة تعقد يوم السبت المؤسسات والإعلام الديني أي تشخيص وأي مفهمات، والجلسة الأخيرة اللي تعقد مساء يوم السبت بعنوان الما بين جلل الذاتية الإسلامية بين الذهاب والإياب هنا وهناك. وكما قلت أنه في كل ورقة ستقدم حوالي في كل جلسة تقدم حوالي خمس أوراق، هذه الأوراق يعني متنوعة ويقدمها باحثون متخصصون في مجالاتهم. جميل. أستاذ خميس نتحدث أيضا يعني هذه الفعاليات المصاحبة لاجتماع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، هذه الفعاليات المصاحبة تستهدف فقط الأعضاء الجمعيات المشاركة في هذا الاتحاد، أم أنها تستهدف أيضا الجمهور العام، الجمهور العربي، أم من تستهدف بالضبط؟ لا طبعا يعني هي يعني تم يعني الإعداد لها والاختيار لها من قبل يعني المكتب العام أو المكتب الدائم في تنسيقيته، لكن من يستكتب في ذلك ليس شرطا أن يكون عضوا في شيء من الاتحادات، وإنما هي مفتوحة للمشاركة من حيث المشاركة لجميع المتخصصين في مجالاتهم التي تطرقها الندوات، والمستهدف هو الشأن العام يعني المجتمع العربي بشكل عام، فلذلك يعني الندوات تكون مفتوحة لحضور الجميع
يعني يتم نقلها على عبر وسائل الإعلام وتغطيتها عبر وسائل الإعلام، وكذلك يعني غالبا ما تقوم الاتحادات بإخراج الدراسات وإعدادها في كتاب. فالمستهدف أخي العزيز هي جميع الشرائح وليس فقط الحاضرين، ويعني وليس فقط أيضا يعني النخبة الثقافية كما يقال. طيب أستاذ خميس، نتحدث أيضا بما أن هذه المشاركة مشاركة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ستكون إن شاء الله في بيت الصحافة بطنجة في المغرب، وستكون فعاليات مصاحبة لهذا الاجتماع، بينما يعني هناك فرق بين الجمهور الذي سيحضر في المغرب سيحصل على الفائدة، ولكن هنا في الوسط العماني أو في المشهد الثقافي العماني هناك من يطمح للحصول على فائدة جيدة لمثل هذه الفعاليات المصاحبة، ولكن هل من سبيل للوصول إلى هذه الفائدة؟ طبعا هو يعني دائما يعني العملية المعرفية والثقافية عملية متكاملة، يعني على سبيل المثال عندما تطرح هذا يعني فضل طرح هذا السؤال ما يتعلق باتحاد المغرب، أيضا إحنا قبل سنتين من هذا يعني الوقت يعني في عام 2013 كان عقد في عمان وحضروا المشهد الثقافي العماني وعموم الحضور يعني كان متاحا، والندوة شهدت يعني توسع حضورا واسعا. فهذا بالنسبة لي أكيد تختلف يعني الاستفادة المباشرة من عدم المباشرة، لكن غالبا ما يكون مثل هذه الندوات أتينا الاتحاد يعني ستكون الندوات موجودة، يعني نأمل أن الاتحاد ينزلها عبر موقعه وبالتالي يعني يمكن الدخول إليها والاستفادة منها. كذلك أيضا التغطيات مفتوحة للمجالات يعني الحضور الإعلامي مفتوح في هذا الجانب، ونأمل كذلك وهذا الشيء المفترض أن يكون أن تصدر هذه الدراسات في كتاب يكون متاح للمغاربيين والعمانيين ولغيرهم يعني في المجال. فالعملية هي عملية متكاملة بالتأكيد، يعني لا يستطيع أن تأتي جميع الدول إلى المغرب لتحضر أو المختصين أن يحضر جميع المختصين إلى المغرب في هذا المجال، لكن الآن أدوات التواصل الإعلام وخاصة في العالم الرقمي تتيح لنا أكثر من مجال للاستفادة منها من بيوتنا من أماكننا. جميل، وهذا راح يمثل إن شاء الله جسر تواصل يعني معرفي على الأقل الحصول على مثل هذه المعلومات. الجدير بالذكر أستاذ خميس وممكن تأكد لي هذه المعلومة، أنه راح يكون هناك عدد جديد من مجلة الكاتب العربي التي يصدرها الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بالإضافة إلى مجلته آفاق الخاصة بالفنون التشكيلية بالمغرب. نعم طبعا، يعني هو دائما في يعني ونحن تصلنا على كل حال يعني المجلة الكاتب العربي، ويمكن أي مثقف ومتابع مهتم بهذا الأمر نحصل على العدد الذي أو بعض العدد التي تصلنا في هذا الجانب، ونحن لما نذهب وأيضا نحصل على الأعداد التي نحضرها إلى الجمعية معنا ويمكن الاستفادة منها. وايضا بالاضافه لذلك انا يعني اريد يعني اذكر لك في هذا المقام انه الان الجمعيه العمانيه للكتاب والادب تعمل على عمل مشترك مع الاتحاد كتاب المغرب. جميل. وهو تنفيذ ايام ثقافيه عمانيه في المغرب، نعمل على هذا الجانب ونرجو يعني الله سبحانه وتعالى يوفقنا بحيث نقيمها في الايام القادمه باذن الله. باذن الله نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في اعمال هذا الاجتماع في المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في المغرب بإذن الواحد لحد، ونتمنى لكم أيضا التوفيق في المشاريع القادمة للجمعية، ونتمنى أن تكون مشاركة موفقة. الأستاذ خميس العدوي رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، شكرا لك، حدثتنا عن مشاركة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. ولكم وافر الشكر على هذا اللقاء وعلى غيره من التغطيات، ونأمل يعني بإذن الله تعالى أن تكون الجمعية عند حسن ظن من يعني يتواصل معها وأيضا مع من يستمع إلى هذا البرنامج. شكرا لكم كل الشكر. شكرا جزيلا.
مستمعين الكرام، في هذه المحطة وفي هذا اللقاء سنكون مختلفين تماما في برنامج المشهد الثقافي، حيث سنتحدث عن فعالية أقيمت في 28 من مايو الماضي، فعالية أصيل يغني للعصفور. وهذه الفعالية التي استهدفت فئة الأطفال نظمتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وهي عبارة عن قراءة وغناء مختارات من الشعر العربي والأهازيج الشعبية العمانية. الجدير بالذكر أنه قام بقراءة الأشعار الأستاذ أحمد الراشدي، وقام بغنائها الفنان سعد يوسف مقلد رفقة طفلته الجميلة ملك. ويسرنا بذلك أن نرحب معنا بالفنان سعد يوسف مقلد والفنانة الصغيرة ابنته الجميلة ملك، لنتعرف على تفاصيل هذه الفعالية ولنعيش غناء العصافير معا إن شاء الله. بداية نرحب بك الأستاذ والفنان سعد. أشكرك وأنا أرحب بكم وأشكركم على الاستضافة الجميلة. شكرا لك، وأيضا نرحب بابنتك الطفلة الجميلة ملك. أهلا بك يا ملك. أهلا وسهلا. أستاذ سعد، بداية نتحدث عن هذه الفعالية، فعالية أصيل يغني للعصفور في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. ما الأهداف الجمالية والتربوية من قراءة الشعر وإنشاده وغنائه للأطفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة الندوة كانت فكرة الأستاذ أحمد الراشدي. جميل. دائما نحن أول شيء تشريف أنه هو يكون صديقي، وكان لما نتلاقى دائما نعزف ونغني، ففكر فكرة جميلة، وخاصة أنه هو فنان مبدع وطفل ولكن بشكل كبير. جميل. فأخبرني قال لي إيش رأيك نخلي الغناء أنا أقول أشعار الأطفال الجميلة والأطفال يسمعوها مغناة. فكرنا بالفكرة، كانت فكرة كثير رائعة وكثير جميلة. الهدف الجمالي أنك أنت تزرع في هذه الأطفال قيم، قيم حلوة وجميلة. ممكن تكون قيم جمالية عن الورود، عن البراءة، عن أنك تذكرهم بطفولتهم، اللي الأحداث اللي في زماننا هذا أخذتها منهم مثل الطيارة الورقية. فعلا. ممكن تزرع فيهم قيمة تربوية دينية من خلال الغناء، ربما يستمتعوا باللحن وينبسطوا وينشدوا له لأنه في موسيقى وفي إيقاع وفي لحن وفي غناء، فتلاقي الطفل أنه نشد لهذه الفعالية وبعدين يعود يفكر بالكلام. المهم جميل. أنه يوصل له شيء جميل للطفل. فعلا، في النهاية يصل للطفل شيء مغلف بطريقة جميلة. في سؤال صغير هكذا نتحدث فيه لطفلتك ملك. ملك، عندما تغنين للأطفال ما هو شعورك أو ما الذي تجديه، يعني كونك أنت طفلة وتقوم بغناء مثل هذه الكلمات الجميلة لأطفال ربما في سنك وربما في سن أصغر منك أو حتى أكبر؟ أولا أشعر بالسعادة والفرح والاعتزاز لأني أدخل البهجة وأفرح الطفل إليه إلى قلبه، وتشعرهم بالسعادة ويحبون الغناء. جميل. ما راح نخلي مستمعين الكرام ينتظروا أكثر. مستمعين الكرام، في برنامج المشهد الثقافي راح يعني يغني معنا الأستاذ والفنان سعد يوسف إن شاء الله هكذا بعض المقطوعات الجميلة التي سبق وأن غنوها في الفعالية السابقة والتي كانت بعنوان أصيل يغني للعصفور. فنستمع هكذا لمعزوفة جميلة بصوتك وصوت هذه الطفلة. عندما افتتحنا الندوة افتتحناها بالصلاة على رسول الله. جميل. وقدمنا لهم أهزوجة جميلة من تراثهم العماني. جميل. لنبدأ إذا. وكانت هذه الأهزوجة نحن تفاجئنا أنه حتى الأطفال، كان طبعا في أطفال جايين من سمايل، أطفال جايين في باص في حافلة كبيرة أكثر من 40 طفل، وتفاجأت بأنه هذا الأطفال المدرسة أبي يرددوا معنا هذه الأهزوجة، الأهزوجة عن المطر وعن حالة وشعور الناس والأطفال ساعة نزول المطر. جميل. Thank you.
الليل والرحمة يسكن مزناك والصرم يلا بالسيل والرحمة يسكن مزناك والصرم يلا بالسيل والديدي يسكن مزناك والسين يلا بالسيل والديدي يسكن مزناك والسين ويلا بالسيل والرحمة يسكن مزناك والصرم. جميل جميل. احنا طبعا تفاجئنا ببعض الالفاظ لانه في الفاظ صعبه مش من لهجتنا، فكان له الفضل الاستاذ احمد الراشدي بانه وضح لنا، وسال بعض الاطفال الصغار عن الالفاظ وجدهم بيعرفوها. جميل. فقلنا له نحن كبار ما بنعرفهاش لانه مش من لهجتنا، بس فوضحوا لنا، فازدادت جماليه الاغنيه بالنسبه لنا اكثر، لانه نحن عندما يقترن المعنى مع اللفظ بتكون أكيد. اقرب للذهن واحب للقلب. اكيد. ملك، يعني انتم الحين غنيتوا مقطوعه من الاهازيج الشعبيه، مثلا اسالك عن الديدي، ايش الديدي؟ الديدي هي ابنه النخله الكبيره. جميل جميل، شكرا لك يا ملك. استاذ سعد، ألا تمثل قراءة، يعني أنتوا غنيتوا الحين مقطوعة شعبية، وتحدثنا سابقا أنكم أو أن الأستاذ أحمد الراشدي كان يقرأ مجموعة من الأشعار من الشعر العربي، وقمت بغنائها، يعني بين مجموعة من الأطفال صغار السن أو كبار السن أو أين يكون، يعني إذا كانت المفردات العربية تشكل صعوبة أحيانا للراشدين أو لمن هم يعني في سن الشباب، فألم تمثل عائق أو إشكال بالنسبة للأطفال في فهم المعاني ربما؟ جميل، صحيح هذا الكلام. الطفل في أشياء بتشده، الشعر إذا كان مفهوم بالنسبة للطفل ممكن يشده، ولكن الشعر في حال غير مفهوم بالنسبة للطفل يجب أنك أنت تقربه وتبسطه لذهن هذا الطفل وتشرح له بعض المعاني. وهنا كانت فكرة ارتباط قراءة الشعر بغناء نفس الشعر. جميل. فلما ربطنا الغناء ربما يشد الطفل أسلوبك الغنائي، أسلوب اللحن، أسلوب الإيقاع، أسلوب العزف، فيبدأ الطفل يبحث عن المعنى. أنا وأنا صغير كنت حافظ أغاني كثير ما بعرف معناها. ما تعرف معناها؟ ما أعرف معناها، لحد ما كبرت وعرفت قلت أوه هذه الكلمة كانت كذا، كنت أغنيها منذ زمن بعيد وأنا مش عارف شو قصدهم فيها. جميل. وفي ألفاظ صلحتها، يعني ما كنت يعني ألفظها خطأ، وعندما كبرت وقرأت صححت هذه الألفاظ. طيب هل أنا ما غنيتهاش؟ لا غنيتها، بس إيش اللي شدني إلها وإيش اللي ربطني فيها؟ اللي ربطني فيها اللحن. الأجمل بعد من كل هذا، أنا بشكر شعراء الأطفال الرائعين اللي مهتمين بطفل هذا الزمان، إنه يبسطولوا أغانينا ويبسطولوا القيم اللي حابين يغرسوها في هذا الطفل من خلال أشعار طفولية بسيطة ومعبرة ويمتزج معها لحن جميل عذب، فتنغرس في قلب الطفل وتتمثل له سلوكيات، لأنه نحن نفتقد لقيمة يتمثلها الطفل سلوكا. جميل. ما أكثر العبارات الرنانة والطفل ما بينفذهاش، لأنه في فاصل بين هذه وهذه، في فجوة بين ما يقال وبين ما يحصل عليه الطفل. بالضبط. يعني حابب الأستاذ أحمد الراشدي يعني أنه يعيد براءة للطفل من خلال مواضيع جميلة، من خلال أصيل يغني للعصفور، من خلال أنه أنا سألتهم للأطفال في الندوة حد بيلعب بالطائرة الورقية؟ قالوا لي طبعا لا، نحن إسا في عنا آيباد فما في طائرات ورقية. فيش طائرات ورقية، لكن لما كان في طائرة ورقية وكلنا بنغني للطائرة الورقية حسيت في أسئلة في عيون الأطفال الصغار إنه إيش هذه الطائرة الورقية، لأنهم ما عاشوا هذه التجربة. لما تعيشوا إياها حيستمتع فيها وينبسط، وبنفس الوقت حيتمثلها سلوكا ويروح يعمل طائرة ورقية بإيده. جميل. إذا كنا نحن بنغني عن قيمة دينية حيبحث هو مع نفسه ومع ذاته عن الأشياء الجميلة اللي حكت عنها الأغنية الدينية وتكون سلوك بالنسبة له. جميل. يعني ألم يكن هناك في
من ضمن هذه الأمسية مثلا عندما يقرأ مثلا الأستاذ أحمد الراشدي عندما يقرأ بيتا من الشعر أو مجموعة من الأبيات أن يقوم بتوضيح هذه للأطفال. هو الأستاذ أحمد الراشدي فنان كبير وأستاذ رائع، وطفل مثل ما قلت لك في بداية الحلقة طفل كبير طفل مثقف، كان يقرأ وفي نصف القصيدة أشوفه أعطى الكتاب لطفل من الأطفال يقول له أكمل، أنا أصبحت في هذا السطر أو في هذا البيت، فيكمل الطفل ويسألهم عن بعض الألفاظ اللي مرت في القصيدة أو المعنى العام للقصيدة اللي نحن قلناها. والمفاجأة أنه في كثير أطفال فاهمين اللي نحن عم نقوله وعارفين المعنى من وراء الشعر الجميل اللي نحن عم نقوله. جميل. وفي بعض الأطفال قرأوا قراءة لغوية صحيحة 100%. جميل. ملك، يعني احنا تحدثنا عن الكلمات الصعبة كذا في الأغاني، يصير مثلا انك تغني كلمات ما تعرفي معانيها؟ صراحة أنا كل كلمة ما أعرف معناها بسرعة شديدة أذهب لأبي وأسأله عن هذه الكلمة، فصراحة كل الكلمات الصعبة تقريبا أعرفها. وتشعري أنه من خلال هذه الفعالية أصيل يغني للعصفور لما كنت تغنوا للأطفال هذه، يعني كانوا الأطفال بيفهموا عليكم؟ بس مو كلهم يعني تقريبا إيه. كانوا يتفاعلوا معك يغنوا معك وانتوا جالسين تغنوا هذه الأغاني؟ طبعا، لأن الألحان تبعيتنا إحنا تشدهم إليهم حتى لو كانوا نايمين. جميل جميل. أيضا أستاذ سعد، يعني المواضيع التي تناولتها القصائد ما مدى أهميتها للطفل؟ وهل في تنويع كان من ضمن من ضمن هذا الأمسية؟ نعم. هل هناك كان تنويع بين المواضيع التي طرحت في القصائد والتي غنيت أيضا؟ نعم سيدي، نحن اخترنا أربع مواضيع، موضوع ديني، وكان استقبال أهل المدينة المنورة لسيدنا رسول الله. جميل. طلع البدر علينا، وفي لها كلمات مختلفة شوية عن الكلمات، يعني المدخل تبع الأغنية أو البيت نفسه. الأول والثاني نفسه، ولكن في مكمل عليها من أشعار ثانية. هذه كثير جدا جدا الأطفال تفاعلوا معها، وكثير حافظين المقطع الأول والثاني وتفاعلوا معها. هذا أول شق الجزء الديني اللي أنا حبيت أني أنا الأستاذ أحمد راشدي أنه نربط أمسيتنا بي 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 بروحنا اللي هو فعلاً. ديننا وقيمنا وأخلاقنا واستقبالنا للضيف، فما بالك باستقبالنا لسيدنا رسول الله. فعلاً. هذا أول شيء. الشيء الموضوع الثاني اللي هو الطائرة الورقية. جميل. ثالث موضوع كان عن عمان، حبيبة عمان. جميل. وأنا لما بقول حبيبة عمان مش بجامل أهل عمان، بالعكس تماما، أنا موجود في عمان من 15 سنة وأولادي الثلاثة اتولدوا في عمان. جميل. فنحن عمانيون. ربطنا بعد موضوع قوي اللي هو علم عمان ورموزه. جميل. وهذا كان كثير في أسئلة للطفل، ماذا يعني اللون الأحمر، ماذا يعني اللون الأخضر، إلى ماذا يرمز اللون الأبيض. طيب، ومن خلال هذه الأغاني استوضحوا الأطفال. بالضبط. جميل. إذن يعني أيضا نستمع إلى مقطوعة أخرى، ولتكن المقطوعة طلع البدر. طلع البدر.
مالك الملك إلهي سيدي مولاي جاهي مالي حسناكم تناهي فاصفح الصفح الجميل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جميل جميل أستاذ سعد، نحن نسعد بهذه المقاطع الجميلة التي تقومون بغنائها في تناغم جميل ما بينك وما بين ابنتك. الله يسلمك. يعني تساؤل أخير ربما يشغل بالي من حديث طفلة ملك عندما قالت عندما تكون هناك كلمات صعبة أذهب وأسأل عنها والدي ويجيبني عليها فلا أغني شيئا لا أفهمه. يعني هذه تطرح يعني نقطة جميلة للحديث حول الطفل، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني الطفل عندما يمد إليه المجتمع يدا تلائمه أو نظرة تلائمه حجمه حقيقة وتمنحه ما يحتاج من المعارف فإنه ينمو بالقدر الكافي. أحسنت. أنا من وجهة نظري أستاذ أحمد إنه الطفولة أمانة، وإنجاب الأطفال ليس عشوائيا. الأطفال هذول أمانة بعد في رقبتنا، أمانة مش بس تغذيتهم، لأنه التغذية مش بس أكل وشرب. أنا من وجهة نظري في تغذية روحية، يجب أنه يطلع عنده قيم، قيم حب، قيم عبادية، قيم قرب، قيم صدق. بعد في تغذية عقلية، أنه هذا الولد تغرس فيه قيم جميلة علشان يكون إنسان نافع في المجتمع فعلا. وأنا يعني بديش أحكي عن نفسي، أنا درس جزء من حياتي لغة عربية، جزء من دراستي الجامعية لغة عربية، وبعدين غيرت المسار ودرست موسيقى. أنا بحب الأدب العربي كثير، ودايما بجيب لهم أشعار صعبة مثل المعلقات. جميل. وأشعار لأمرؤ القيس، مرة تحديتهم في بيتين شعر قايلهم أمرؤ القيس، بيصف فيهم الحصان مرة وبيصف فيهم الجمل مرة. فأنا افتكرت أنه أولادي مش رح يقدروا يحفظوهم. إذا أستمع الإجابة من ملك حول هذا الشأن. تفضلي قولي بيت الشعر بالأول اللي أنت حفظتيه. أول واحد تبع الجمل ولا الحصان؟ أي شيء. وهو يتحداكم في أبيات الشعر العربي القديمة. ومدعثر ومدعثر باللعثمين تفنطحت سلافا قناه كبر فرع الفنطلي. جميل. البيت الثاني ومدعشر بالقعطلين تخشرمت شرافتاه فخر كالخربعصلي. لما تسمع لك الألفاظ هذه يعني الإنجليزي يمكن أسهل أو اللوغاريتمات أسهل. فألاقي أولادي، حتى أنا عندي يوسف بصف ثالث، ألاقيه يقول لي بابا إيش معناته ومدعشر، حفظته إياها. رجعت مرة ثانية رحت جبت لهم أسماء السيف حفظتهم أكثر. جميل. واللي يحفظ أكثر أعطيه جائزة أكثر. جميل. هذه التربية هي اللي بتصنع إنسان إن شاء الله بالمستقبل إنسان نافع لوطنه، نافع لأسرته، نافع للمجتمع اللي هو فيه. أما أنه نسيب الأطفال لأي شيء يتعلمون برا، وأن نبسط له حتى الأمور البسيطة ربما تجعل من الأمر أحيانا تجعل من الأمر عديم القيمة أو عديم الفائدة ربما. لأن الطفل أحيانا تحتاج إلى أن تثير فضوله بتساؤل، تثير فضوله بكلمة، تثير فضوله. صح، سليم كلامك. إذن نستمع إلى مقطوعة أخرى أيضا. تسلم. فقط لما تحب تبدأ بس أكد علي. يلا عرفتي وطني. انتظر شوي. وطني يا وطن الإيمان، يا مهد سلام وأمان. وطني يا وطن الإيمان، يا مهد سلام وأمان. يا واحة حب وحنان، وطني يحميك الرحمن، وطني يحميك الرحمن. أهواك وجودا يتغير
يغن بالحب ويدعو للأمل، وأحبك لحنا عطريا بالفرحة يخطو للعمل، وأجلك سياحا فواحا وأجلك ساحا فواحا بنقاء الروح من الأزل. وطني يا وطن الإيمان يا مهد سلام وأمان، وطني يا وطن الإيمان يا مهد سلام وأمان، يا واحة حب وحنان، وطني يحميك الرحمن. جميل، الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يحمي أوطان الجميع بإذن الله. مقطوعة جميلة جدا، وأنا حقيقة سعدت بلقائك أستاذ سعد، الفنان سعد، والفنانة الجميلة الصغيرة ملك ابنتك هذه تغني بمرح وروح عالية ما شاء الله. فالأستاذ الفنان سعد يوسف مقلد، أشكرك وأشكر طفلتك الرائعة ملك على هذه المقطوعات الجميلة، وأيضا على حديثنا حول عرض أصيل يغني للعصفور في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء الذي أقمتموه في 28 من مايو الماضي، يعني تحت تنظيم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، والفعالية التي تحدثنا عن مراميها وأهدافها الطموحة والنبيلة التي قمتم بها. شكرا لك الفنان سعد. شكرا لكم، وشكرا لإذاعة سلطنة عمان، للمخرج ولسيادتك الأستاذ أحمد، أشكرك كثير على استضافتك وعلى إبرازك لهذه الندوة الجميلة الهادفة فعلا. أشكركم ودائما ذخر لهذا الوطن. وطني يا وطن الإيمان يا مهد سلام وأمان، وطني يا وطن الإيمان. مستمعينا الكرام، في برنامج المشهد الثقافي هذا ما لدينا لهذا الأسبوع، نلتقي بكم مجددا إن شاء الله في لقاء جديد في برنامج المشهد الثقافي. تقبلوا تحيات فريق البرنامج لهذه الحلقة، في الإعداد والتقديم كنت معكم أحمد بن سالم الكلباني، وكان معكم في الإخراج حمد بن سعيد الحبسي، وإلى اللقاء في المشهد الثقافي. وأحبك لحنا عطريا بالفرحة يخطو للعمل، وأجلك سياحا فواحا وأجلك ساحا فواحا بنقاء الروح من الأزل. وطني يا وطن الإيمان يا مهد سلام وأمان، وطني يا وطن الإيمان يا مهد سلام وأمان، يا واحة حب وحنان، وطني يحميك الرحمن.